نحن رح ننتقل لحوار اليوم مع الإعلامي والصحافي موسى عاصي. إذا ماذا حصل في جنيف؟ ماذا عن الملف السوري في السياسة وفي الميدان؟ ماذا عن وفد المعارضة؟ كيف تقسم إلى منصات؟ ما معنى هذه المنصات؟ ما هو الدور الروسي في ملف السوري والحصل الأخير في جنيف؟ طبعا ما هو الملف، ما هو الموقف الأمريكي خصوصا مع السياسة الأمريكية الجديدة؟ الكثير من المعطيات اليوم سنطرحها على طاولة حوار اليوم مع ضيفي. أهلا وسهلا فيك أستاذ موسى عاصي. طبعا نحن تعودنا عليك أنه أنت دائما بترافق كل المحطات الملفات الحيوية. بنتذكر الملف النووي الإيراني اللي نعم. كمان كنت ضيفنا، وأيضا الملف السوري، ملف اللاجئين اللي كمان شفناك استضفناك على أثره، وأيضا ملف الإرهاب بوقتها اللي ضرب أوروبا. اليوم الملف السوري أيضا مجددا ودائما في الواجهة. ماذا حصل في جنيف؟ كنت على طول أنا عم شوف على الفيسبوك تبعك شو بتكتب تعليقات، كنت عطول تقول انه مش واضح شو عم بيصير بجنيف. فعلا اذا انتو يلي مرافقين هذا الملف في كتير اشياء عم بتصير متسارعة ومش كتير واضحة، فكيف يلي قاعد بعيد، كيف الناس يلي عم تراقب الملف السوري مش بهالقد تقنيا بكل تفاصيله، ماذا حصل في جنيف؟ صباح الخير جوزيفين، انا بشكرك لكل زيارة بلبنان تستضيفيني الاو تي في، بنجمع شويه معلومات خلال ما بين جول، ما بين زياره وزياره، وبنيجي لعندك بنحاول يعني نعكسهم للمشاهدين. اللي مش واضح طبعا الملف السوري ملف متشعب كثير، وفي عنده تداعيات وتداخلات وتقاطعات مصالح دول ومصالح محليه سوريه ومصالح اقليميه، فلذلك انه المساله مش ممكن الواحد يقدر يفهم كل شيء بمجرد ما بلشت مفاوضات او محادثات مثل اللي صارت مؤخرا بجنيف. المسائل مش واضحه لانه ما كان في، يعني كان في دعوه للاطراف موجودين، اجوا كلهم على الاطراف على جنيف، وقعدنا بلشنا نتحدث بشكل منفصل. طبعا ستيفان دي مستوره بيستدعي هذا الفريق وبيستدعي هذا الفريق، وبصير في احاديث يعني مبدئيه او اوليه. ما بينفهم شيء لانه ما في برنامج واضح، ما بينفهم شيء لانه الامم المتحده ما عندها رؤيه واضحه للمحادثات، المجتمع الدولي اليوم كمان ما عنده رؤيه واضحه، كل دوله كيف تتعاطى مع الملف السوري، الروس عندهم رؤيتهم، الاتراك عندهم رؤيتهم، ايران عندها رؤيتها، الولايات المتحده ما عندها شيء بالوقت الحاضر، ضايعين. فلذلك منا سهل انك تفوتي على ملف بهذا الحجم بهذا التشعب من بدايته ويكون المشهد واضح. يعني قله الوضوح بالمشهد بيعود مثل ما قلت لك لكل هذه التشعبات، واكثر من هيك ل انه الوفود اجت على جنيف. طيب ما بدهم يتحدثوا بشكل مباشر، ما في محادثات مباشره، ما في اتفاق على الملف، ما في اتفاق على الخطوات الاوليه اللي بدنا، ما في اتفاق على شكل القعده، يعني بنقعد بقاعه واحده ولا بقاعتين، وفد قبل الظهر ولا وفد بعد الظهر، يعني كل هذه المسائل الاجرائيه اللي كانت عم يعني تضغط بشكل كثير كبير ببدايه الايام او بالايام الاولى من جنيف أربعة، اللي خلت بهذا الشكل انه بالفعل ما يكون المشهد واضح. انتهت المفاوضات بعد 10 ايام من بدء، صار في عنا ملامح واضحة بعض الشيء، بس طبعا بعدنا بمرحلة كتير بطيئة وكتير أولية لحتى نقدر نقول إنه أوكي نحن بلشنا بالفعل بالملف السوري وبلشنا بمحادثات سورية جدية وعارفين وين طريقنا ولوين بدنا نوصل. بالضبط، يعني هلأ اللي كنت بدي أسألك إياه إنه النتيجة اللي وصلنا لها بجنيف هل تعني أنه فعلا دخل الحل السوري على السكة الصحيحة؟ وهلأ بدنا ندخل بالتفاصيل، وقبل ما أدخل بموضوع المنصات وماذا حصل مع المنصات وإلى آخره، بس بدي أقول أنه أنت كنت الأول يلي نشر الورقة ليدي مستورة يلي هي 12 بند. شو هن ال 12 بند؟ شو أهميتهم؟ ومنهم طبعا منطلق لكيف تشكلت المعارضة. هذه الوثيقة التي سميت لا
المفارقة، هذا التعبير يعني أو تصنيف توصيف دبلوماسي له عليها بالأمم المتحدة، حتى ما يكون أنه في التزام من قبل الأمم المتحدة أو من قبل الأطراف فيها، فهي وثيقة قابلة للتعديل بعد الاستشارات مع الوفود المختلفة، بنشوف رؤية كل طرف بالنسبة لها ونعدل من هون بنشيل من هون، بتصير بعدين وثيقة بنقدر نحكي فيها. هاي الوثيقة هي مجموعة من المبادئ العامة، تتحدث عن سيادة الدولة السورية على أراضيها، عن شكل الدولة، أنه دولة لا تستثني أحد، دولة بتضم الجميع، دولة سيادة كاملة، ممنوع التدخلات الخارجية، يعني كل مبادئ عامة لسيادة الدولة اللي ما ممكن يختلف عليها أي طرف سوري عم يشارك بالمفاوضات. هالورقة مالنا جديدة، تم توزيع ورقة مشابهة بالعام 2016 بمفاوضات جنيف 3، لم تكن بهذا الشرح وبهذا التفصيل، ولكن كانت كمان ورقة مبدئية. الفرق بين الورقتين هني الشغلتين، المسألة الأولى هي أنه لأول مرة الورقة الأممية بتحكي عن استعداد الشعب السوري، بالبند الثاني استعداد الشعب السوري أو عودة تحرير الجولان أو استعادة الجولان المحتل إلى الشعب السوري وبالوسائل المتاحة. هذا البند لم يكن بالأوراق الماضية، وهذا البند طبعا أضيف بهذا الشكل بهذا الوضوح، وبضغط طبعا من وفد الحكومة السورية اللي برأسه بشار الجعفري، وبآخر مؤتمر صحفي لبشار الجعفري كمان طلع وقال أنه هذه الورقة التي سربت والتي أعلنت من قبل الأمم المتحدة كانت كمان يعني مبدئيا كان في معظم البنود اللي اجت فيها كانت من الوفد السوري. المسألة الثانية كمان بتحكي عن يعني عن وضوح بأنه بعدم الشك بشرعية كل طرف من الأطراف خلال المحادثات، وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه في عندك مثلا وفد الهيئة العليا للمعارضة المدعوم من الرياض يشكك جدا كثيرا بوجود المنصات الأخرى، منصة الرياض، منصة القاهرة، ومنصة موسكو بعد شوي إذا بدك بدنا نحكي عنهم. فهذه الورقة تحسم هذه المسألة نهائيا، يعني أنه كلكم موجودين هون للمحادثات، وفي هذه البنود اللي معظمكم متفق عليها باستثناء بعض الملاحظات، هاي الورقة ستناقش بحسب ما عرفنا ستناقش بشكل مفصل خلال الجولة المقبلة اللي راح تبلش ب 20 أذار. طيب قبل ما كفي أنا وياك بهذا الموضوع والمنصات وكيف صارت وكل واحد شو بمثل وإلى آخره، بدأ انتقل لمجلس النواب لأنه كمان في ملف حيوي كتير اليوم كل اللبنانيين ناطرينه واللي هو سلسلة الرتب والرواتب، مع زميلتنا ريتا نصور. صباح الخير ريتا. صباح الخير جوزيفين، يعني لك ولضيفك. بال 2014 وقف هيدا الملف عند المناقشة في مجلس النواب على بند العسكريين، أعيد اليوم هذا الملف في موضوع مجلس الوزراء، مجلس الوزراء أحاله على اللجان النيابية المشتركة، ونحن هلأ معك لنشوف كل الناس ناطرين شو رح يصير اليوم باللجان النيابية المشتركة. حتى الآن جوزيفين فينا نقول أنه النقاشات مستمرة، يبدو من تصريحات على الأقل من تصريحات كل الأفرقاء السياسيين أنه هناك إرادة بإقرار هيدي السلسلة من بعد 5 سنوات من المماطلة ومن التسويف بإعطاء هيدي الحقوق لأصحابها، ولكن النقاشات لا تزال مستمرة لليوم الثاني على التوالي، عم تلتئم اللجان النيابية المشتركة. اليوم البحث رح ينطلق من مطرح ما توقف مبارح، تحديدا من مسألة الأربع درجات للموظفين الإداريين والأساتذة واللي طالبوا ايضا بالامس الاسلاك العسكريه انه تنعطى لهم. هذا هو الموضوع الاساسي اللي راح يناقش بالداخل، اضافه الى الارقام الجديده اللي راح يقدمها وزير المال، خاصه جوزيفين مثل ما ذكرتي انه هيدي السلسله ارقامها مقدمه من سنه 2014، اليوم نحن بال 2017، 3 سنوات دخلت معطيات كثير كبيره على هالارقام وعلى الصيغه المقدمه، وبالتالي كان طلب امبارح من وزير المال تحديث الارقام الموجوده، وهذا اللي من المتوقع انه يعمله اليوم الوزير خلال هيدي الجلسة، علما بهذا الإطار أنه في لجنة شكلت بالأمس بتضم النواب إبراهيم كنعان، علي فياض، ياسين جابر، جورج عدوان، أكرم شهيب، إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل. هيدي اللجنة مهمتها التدقيق بالصيغ الموجودة والخروج بصيغة مشتركة، خصوصا أنه كان أكد النائب علي فياض قبيل دخوله إلى هيدي الجلسة أنه في 3 صيغ اليوم أمام اللجان المشتركة. الصيغة الأولى هي صيغة الحكومة، الصيغة الثانية هي الصيغة المعدلة اللي كان عملها
النائب إبراهيم كنعان بإطار عمله كلجنة فرعية، أما الصيغة الثالثة فهي اللي كان مقدمها النائب جورج عدوان أيضا بإطار عمله كلجنة فرعية، وبالتالي البحث يتركز على كيفية توحيد الصيغة، ولكن تحت قاعدة أنه السلسلة حق ويجب إقرارها بعد كل هيدا الوقت. أيضا الوزير مروان حمادي وقبيل دخوله تحدث عن حقوق الأساتذة بهيدا المجال، وأمل أنه يتم إقرارها، ولكن عم يبحثوا بحسب ما قال بصيغة عادلة متوازنة تعطي الحقوق من جهة ولا تضرب الاقتصاد من جهة تانية. أشير نهاية جوزيفين إلى أنه لجنة الاتصالات أيضا كانت عم تعقد اجتماع لها بالمجلس النيابي، ولكن طبعا هالاجتماع توقف هلأ لحتى يتمكنوا النواب من المشاركة باللجنة النيابية المشتركة، وذلك بمناسبة مرور سنة على فضيحة الانترنت غير الشرعي. كلنا نتذكر أنه ب 8 أدار 2016 تم الكشف لأول مرة عن هيدي الفضيحة. لافت خلال هيدي الجلسة مشاركة النائب جورج عدوان للمرة الأولى فيها، وكان أدلى بمداخلة داخل الجلسة هو سيتحدث عنا بعد قليل. بيقول النائب جورج عدوان صار وقت بقى نحكي، يبدو أنه هناك نبرة حادة بالحديث عن فضيحة الانترنت من قبل القوات اللبنانية. نعم. جوزيفين؟ نعم، شكرا لك ريتا. يعني السنة على ملف الانترنت غير الشرعي بلبنان بيركض الوقت، ركض، وكل يوم يمكن إذا يعني كل جمعة وكل يوم بيكون عنا فضيحة مختلفة بتنسينا الفضيحة اللي قبلها. سنة على فضيحة ملف الانترنت غير الشرعي. بكل الأحوال نحن كنا عم نحكي عن الورقة، بس للأسف يعني بعدنا عم نحكي بسلسلة الرتب والرواتب كمان هذا الموضوع الأهم اللي يعني مستمر من ما بعرف 10 سنين يمكن أو 15 سنة. بعدنا عم نحكي بسلسلة كان المفترض يقرر هذا الموضوع من 5 سنين 6 سنين، لحد هلا بعدنا للأسف عم نحكي بهذا الموضوع. ملف يعني لبنان متشقق، يعني اصعب بكثير من اي ملف ثاني، اصعب من الملف السوري والمحادثه السوري طبعا. هلا بالنسبه لنا نحن بلبنان بنحس الملف السوري اصعب يمكن لانه نحن بعاد عنه، مش عم نتابعه بكل تفاصيله، بس معك حق هو كثير صعب، خصوصا اليوم هلا بعدنا عم نناقش بالموازنه ويبدو ناطرين اقرارها نهار الجمعه. بكل الاحوال ننطر ونشوف. كنا عم نحكي عن الورقه اللي فيها 12 بند، وكنت عم تقول لي شو هي نتيجه ال 12 بند اللي رح تاسس لجنيف 20 اذار المباحثات الجديده. كنا عم نحكي عن المنصات، هذه الورقة اعترفت بالمنصات الثلاثة، القاهرة، موسكو، و هو يعني الاعتراف من قبل الأمم المتحدة بالمنصات المعارضة، الرياض، القاهرة، موسكو، موجود بالقرار 2254 اللي طلع بنهاية 2015، يعني صارنا سنة ونص موجود هذا القرار، وهذا القرار هو الأساس بالمحادثات اللي عمالة تصير بجنيف. اللي صار مؤخرا بجنيف أو النتيجة الأساسية للي صار محادثات هذه الجولة هي صار في اعتراف من قبل الأطراف الأربعة، يعني نعم، المعارضة والحكومة السورية، أطراف المعارضة الثلاثة والحكومة السورية والأمم المتحدة وأيضا المجتمع الدولي، يعني عم نحكي عن روسيا وأمريكا والدول الداعمة تركيا إيران، بأربع بنود للنقاش خلال جولة جنيف المقبل. هذه البنود اللي هي ترتكز إلى القرار 2254، خلينا نحكي عنه بسرعة. في عن مسألة يعني الحكم الانتقالي في سوريا، المسألة الثانية صياغة الدستور السوري، الثالثة هي الانتخابات، أضيف إلى مؤخرا مسألة مكافحة الإرهاب بضغط وبطلب سوري قديم جدا. هذا الطلب موجود من العام 2014 من جنيف 2، من وقت ما بلشت المحادثات. الحكومة السورية تصر على أن يكون بند مكافحة الإرهاب على طاولة المحادثات، على أن يجمع السوريون كافة الأطراف السورية على 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 أو تتوحد حول مكافحة الإرهاب. بند أول. كبند أول. اليوم أقر للمناقشة كبند على قدم المساواة مع البنود الأخرى. في منصة الرياض أو الهيئة العليا للمعارضة كانت تصر على أن لا يناقش هذا الملف في محادثات جنيف، على أساس أنه هذا الملف هو نحن كمعارضة الجيش الحر والمجموعات الأخرى عم بتحارب الإرهاب، وأنه الإرهاب مسألة دولية فعلى المجتمع الدولي هو أن يبدأ بحلها، ونحن كسوريين متضررين. موقف الحكومة السورية أنه الإرهاب يضرب السوريين مباشرة، والإرهاب موجود بسوريا، يعني اليوم مهد الإرهاب موجود بسوريا. فأضيف هذا الملف. الأساس بالنسبة للمعارضة هو مناقشة البند الأول اللي بيرتكز لوثيقة جنيف 1 اللي طلعت 2012. هذه الوثيقة كانت تتحدث عن حكومة انتقالية أو عن هيئة حكم انتقالية، هذا الأساس
بوجهة نظر بدي اعتذر فعلا بدي اعتذر. انا كثير حابه اسمع، بس مضطرة انتقل للنائب حسن فضل الله الى مجلس ولا انترنت غير الشرعي. وعقدنا العديد من الجلسات على امتداد السنة الماضية من اجل الوصول الى النتائج المرجوة والتي حددناها بأمرين أساسيين. الأمر الأول محاسبة المتورطين في الاعتداء على المال العام واستعادة مال الدولة للدولة ومكافحة الخروق الأمنية إذا كانت هذه الخروق موجودة كما ذكرنا منذ اليوم الأول. سأبدأ بفكرة منطلقة من الجو الموجود اليوم بالبلد في اللجان المشتركة تعقد جلسة لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب، والمعوق الأساسي بالحقيقة هو موضوع الإيرادات. والحكومة عقدت جلسات وستعقد غدا جلسة من أجل إقرار الموازنة، والنقاش الأساسي له علاقة أيضا بالإيرادات لأنه عندنا أزمة مالية كبرى بالبلد معروفة. البلد كله عم يناقش بهذا الاتجاه، ونحن بالوقت ذاته عم نناقش موضوع مرتبط في شق منه بالإيرادات التي حرمت منها الدولة والتي لها علاقة بالمال العام. المبلغ المقدر، وهذا المبلغ مش نحن قدرناه حسبناه، قدم لنا من قبل وزارة المال وقدم لنا أيضا من قبل الجهات القضائية المختصة اللي قدمت دعوة لاسترداد المال العام. في عنا بحدود 200 مليون دولار سنويا من الانترنت غير الشرعي، وفي عنا دعوة ب 60 مليون دولار بالتخابر الدولي غير الشرعي. فإذا في عنا أموال هدرت على الدولة اللبنانية بالوقت اللي نحن عم نفتش عن مال للخزينة، وللأسف هناك في لبنان دائما من يفتش في جيوب الفقراء، أسهل محل له بروح على ضرائب بتطال الفئات الشعبية الفقيرة، ونحن موقفنا كان واضحا ولا يزال سنقف ضد أي ضريبة تفرض على الفئات الفقيرة. في ضرائب تفرض بمحلات تانية ما في مشكلة، لكن ما يطال الفئات الفقيرة. واحدة من المشكلات الكبرى هي الهدر والفساد الموجود في أجهزة الدولة اللبنانية، ونحن دائما بنقول هذا الفساد يمكن يكون موجود بأي محل بالعالم، لكن في قانون ومحاسبة في دول كثيرة بيمنع هذا الهدر وهذا الفساد. هي القضية واحدة من القضايا التي تبين وجه من وجوه الفساد الموجود على مستوى البلد، سواء كان فساد رسمي أو غير أو خاص، لكن هذا فساد عم يحرم خزينة الدولة اللبنانية. لذلك تابعنا هالقضية على مدى العام الماضي، وأنا بقول لكم نحن بدنا نضلنا نتابعها وما رح نوقف حتى نصل إلى النتيجة النهائية. وبدي سجل هون إنه نحن عم نتعاون أيضا مع القضاء اللبناني، مع السلطة القضائية، من أجل الوصول إلى نتائج. عنا ملاحظات، عنا تمنيات، عنا أفكار، عنا آراء عم نقدمها للسلطة القضائية من دون أن نتدخل في آليات عملها، لأنه السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وبنى إياها سلطة مستقلة، ونحن كلنا معنيين بحماية القضاء في لبنان. ومن أول يوم قلنا للسادة القضاة اللي عم يشاركوا معنا نحن معاكم ونحن إلى جانبكم وسنبقى إلى جانبكم من أجل مكافحة هذه الظاهرة اللي هي نموذج يمكن بنأسس عليها لمكافحة الكثير من الظواهر الأخرى. اليوم في الجلسة قدمت معطيات جديدة، ونحن دعونا وتمنينا على القضاء أن يأخذ هذه المعطيات على محمل الجد وأن يتحقق منها، وبعتقد هذه المعطيات إذا اتبعت ممكن أيضا توصلنا إلى مزيد من النتائج. معنا المدعي العام استاذ سمير حمود اللي هو راح يحكي عن الشق القضائي، يعني ما راح يحكي عن هذا الشق اللي بلغنا فيه بالجلسه اليوم، بدي اترك له هذا الشق، لكن بدي احكي عن
أمرين أساسيين تابعناهم من البداية وبدنا نكفي فيهم: استعادة المال العام، يعني حق الدولة في مالها، ومتابعة الموضوع الأمني، لأنه بلدنا مهدد من العدو الإسرائيلي، وأيضا اليوم في الإرهاب الموجود اللي عم يهدد بلدنا، واللي ممكن يستخدم قطاع الاتصالات بطريقة وبأخرى في إطار هذه التهديدات. هذا الأمر بدنا نضلنا نحن متابعينه، لكن أنا بعد مرور عام على إثارة هذه القضية بقول في أمور كثيرة تحققت بهذا الملف، يمكن ما وصلنا للخاتمة النهائية، لكن بالحقيقة المسار اللي تابعناه أنجزنا الكثير الكثير، ويمكن على مستوى اللجنة نحن كعمل لجنة فيني أقول أنا انتهى بإثارة القضية وبمتابعتها، لكن إصرارنا على المواصلة للوصول إلى الخاتمة هو اللي عم يدفعنا إلى عقد هذه الجلسات بحضور الجهات المعنية سواء في الحكومة أو في القضاء، لأنه بدنا نوصل للخاتمة. نحن المسار ماشي وتحقق كتير بهذا المسار، يمكن هلأ بيحكي عن بعضه مدعي عام التمييز، لكن نحن بدنا نكمل، بدنا نضلنا نتابع ونواكب حتى نقول للبنانيين جميعا: لا، فيكن توثقوا بحدا بالدولة اللبنانية، وفيكن توثقوا بمؤسساتكن، وفي حدا مصر أنه يحمي المال العام ويحمي الأمن الوطني ويستعيد الثقة بمؤسسات الدولة. بدي أترك لك الكلام حضرة المدعي العام. مثل ما قال حضرة رئيس اللجنة أنه هذا الملف بلش من فترة سنة، نحن كقضاء فتنا بهذا الملف أمنا بالإجراءات الأولية يلي هي التحقيقات الأولية، ومن ثم انتقلنا إلى الإدعاء والملفات. في ملفات صارت قدام المحكمة، في ملفات لا تزال أمام قضاة التحقيق، في ملفات موجودة قدام قضاة التحقيق بالشمال، في ملف كبير موجود أمام قاضي التحقيق بجبل لبنان، وفي ملف موجود أمام قاضي التحقيق ببيروت. نحن بهذا الملف كادعاء وكقضاء تحقيق بهمنا أنه هذا الملف يوصل أمام المحكمة بأدلة ثابتة، أدلة مبنية على أساس راسخ، لحتى نتوصل إلى إصدار حكم من قبل المحكمة بالإدانة وبتحصيل حقوق الدولة. نحن منا بصدد نسرع الملف ننقله من قضاء التحقيق للمحكمة بدون أدلة ثابتة، لأنه نحن مش غايتنا نوصل الملف للمحكمة، نحن غايتنا نتمكن من صدور حكم بالإدانة. قضاة التحقيق، قاضي التحقيق بجبل لبنان، في إجراءات عملها لحتى نجمع أدلة نبني عليها بهذا الملف. قاضي التحقيق عمل استنابات للجهات قضائية في الخارج، وهالاستنابة عند تنفيذها ستساعدنا جدا على تكوين أدلة من شأنها أنه توصل الملف بشكل متكامل، وممكن نستصدر حكم بنتيجة هالملف. قاضي التحقيق أيضا أخذ إجراءات، وهالإجراءات طلب معلومات ومستندات من الأشخاص المدعى عليهم، لأنه هول المستندات وهل المعلومات اللي عم بيطلبها هي ممكن تضوي على أدلة تمكن الملف يكون في له أدلة ثابتة. في ملف الجوجل كاش أمام قاضي التحقيق ببيروت، كمان قاضي التحقيق ببيروت امبارح عمل استجوابات، وبخلال هذا الشهر كمان رح يتم استجواب أشخاص. هذا الملف بتناول الادعاء على أشخاص موظفين بهيئة أوجيرو. نحن استحصلنا على الإذن بالملاحقة، وحاليا كمان تم إعطاء الإذن بالملاحقة وسيتم الادعاء، والملف نحن ماشيين فيه كملف
ما إلنا غاية لن نغطي على حدا ولا نظلم حدا. نحن كل غايتنا نوصل للحقيقة، والشخص اللي ارتكب نقدر نجمع أدلة حوله لحتى نستحصل على حكم إداني بشأنه. هذا اللي حبيت وضحه اليوم. حضرة القاضي، تحدث النائب. ما شفنا عن جد موقوفين، ما شفنا حدا رد فعل على تزيين الدولة. بالنسبة للموقوفين كان في أشخاص موقوفين بهذا الملف وتم إخلاء سبيلهم. بتقولي لي ليه تم إخلاء سبيلهم؟ لأنه القانون بيقول بالجنحة لا يجوز التوقيف أكثر من 4 أشهر. بس ساعات النائب بتحدث عن أنه هني ما بيتدخلوا سياسيا مع القضاء. بكل صراحة، هل ثمة من يتدخل سياسيا بهذه الملفات ويدفع القضاء اللبناني إلى أنه يدين ناس قد تكون بريئة، أو يظلم ناس قد تكون بريئة، أو يبرئ ناس قد تكون ظالمة؟ سؤال لي. أنا بالنسبة لي، أنا كمدعي عام تمييز، يعني بلشت في الملف هيدا وبعدين حولته للمدعي العام المالي، والملف صار أمام قضاة التحقيق، وفي قسم، في كمان قسم من هذا الملف موجود صار أمام القاضي المنفرد بالمتن. أنا شخصيا وحتى ما في أي قاضي راجعني بهذا الموضوع قال إنه صار في تدخلات سياسية بشأن هالملف معه. سيدة، حكيت عن معطيات جديدة فيما تعلق بالمعطيات. نعم. المعطيات، المعطيات الجديدة، بعض الزملاء النواب، هلأ زميلنا قاعد معاكم بصفوف الإعلاميين هو ممكن يحكي عنها، لكن أنا بدي أضيف اللي حكي على اللي قاله حضرة المدعي العام. اللي تبلغناه من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أنه تم الادعاء على أصحاب المعدات التي استوردت لاستجرار الإنترنت غير الشرعي، لأنه كان في سؤال مطروح، طيب عم نحاسب اللي ساهموا ممكن بالتهريب، موظفين أو حدا باللي دخلوه على أراضي اللبنانية، طيب أصحاب هاي المعدات شو صار فيهم؟ اللي استوردت لأجلهم، تبلغنا اليوم أنه تم الادعاء عليه. إذن يعني نحن نتابع هذا المؤتمر الصحفي اللي عم يعقده النائب حسن فضل الله والقاضي سمير حمود كرمال طبعا ملف الانترنت غير الشرعي، ويبدو أنه في قرار على أمل بالمحاسبة وعدم أهمال هذا الملف. من بعد إن شاء الله بيوصلوا لنتيجة. نعم. بهالمرة كنا عم نحكي بالملف السوري، بدي أعتذر بس لأنه يعني كمان ملفات حيوية ما بنقدر ما نغطيها. كنا عم نحكي عن الملف السوري وعن المنصات الثلاثة وعن كيف بيختلفوا هول المنصات وعلى ماذا اجتمعوا في جنيف. اجتمعوا في جنيف على بند مكافحة الإرهاب، بند أول كما تقول. نعم. أو كما تريد الأمم المتحدة. بدنا نحكي شوي عن البنود الأخرى، غير يعني شو صار بحكومة الانتقالية، المطلب المعارضة، شو صار بتعديل الدستور. خلينا نرجع نوقف تنطولي عند يعني البيان الأخير اللي صدر عن ستيفان دمستورة وعن المؤتمر الصحفي على بشار الجعفري، وكمان أيضا رئيس منصة الرياض. كان في يعني إذا بدك يعني مثل قواسم مشتركة بالمؤتمر الصحفي الثلاثة، أنه الكل مجمع على أنه هذه الجولة من المحادثات كانت إيجابية وقد تؤسس لمرحلة جديدة ومهمة من المحادثات في خلال 10 أيام أو 15 يوم. اللي صار أنه تم الاتفاق على 4 بنود أساسية. الطرح الأساسي للأمم المتحدة كان يتحدث عن 3 بنود. البند الأول الحكم، صياغة الدستور البند الثاني، والانتخابات البند الثالث. أضيف إلى مسألة مكافحة الإرهاب على قدم المساواة. خلينا نحكي بالبند الأول، مسألة يعني الحكم. الخلافات موجودة بهذا البند كثير ومتشعبة. المسألة الأساسية هي يستند بالقرار الدولي 2254، يستند إلى وثيقة جنيف 1 اللي بتحكي عن هيئة انتقالية، هيئة حكم انتقالية. لم تشرح هذه الوثيقة ما هي هذه الهيئة، هل هي كاملة الصلاحيات، هل فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية كما تطالب المعارضة المدعومة من الرياض وتركيا، أم هي هيئة لإدارة الملفات أو إدارة
العملية الانتقالية السياسية اللي بدها تصير بسوريا وصولا إلى الانتخابات التي قد تغير بالحكم بسوريا. البند مسألة مكافحة الإرهاب أولوية عند الحكومة السورية، وهذا النقاش استمر 3 سنين وصلنا لإقراره في الفترة الأخيرة. الحكومة السورية ترى بالبند الأول اللي بيحكي عن هيئة حكم انتقالي بتقول إنه هذا البند يجب أن يكون على الشكل التالي: تشكيل حكومة موسعة تضم كافة الأطراف، الحكومة السورية الحالية يعني السلطة السورية الحالية بالإضافة إلى ممثلين عن المعارضة وعن كافة منصات المعارضة المنصات الثلاثة اللي مشاركة بجنيف، وعن أيضا المجتمع المدني وفي معارضات أيضا لم تشارك في جنيف هذه المرة مثل منصة أستانا ومنصة حميميم اللي هي معارضة داخلية بسوريا. فهذه النقطة لا تزال لم نصل إلى أي توافق أو تفاهم حولها. وصلنا لتفاهم حول مسألة مكافحة الإرهاب، كمان هناك خلافات بوجهات النظر أن مكافحة الإرهاب بالنسبة للحكومة السورية هي أولوية، كون الخطر الأساسي اليوم وقبل أي دخول بأي نقاش سياسي هو الإرهاب الموجود بسوريا، العنف الموجود في سوريا. وهناك منظمتان طبعا على لائحة الأمن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مصنفتين كمنظمات إرهابية هي داعش وجبهة النصرة وبعض المجموعات الأخرى غير مسمات. فلذلك تختلف الأولويات. صحيح نحن توصلنا بالمحادثات الأخيرة لأن نقول أن في عنا برنامج عمل سنناقش به هذه المسألة بالبلفات الأربع خلال الجولة المقبلة، ولكن ما ينتظرنا بالجولة المقبلة أيضا عقد كثير ويعني بعض المشاكل والتأزم بكيفية تناول كل ملف عندما ندخل بتفاصيل كل ملف. نعم، بدأت أوقف مع فصل إعلاني. من بعد الفصل الإعلاني رح نكفي بالملف السياسي ونحن نربطه بالملف الميداني، لأنه منبج يعني عم بيصير فيها كثير، بس كمان يبدو أنه